اول اشي السبلة كل لونين ثلاثة لازم نحط الوان فيها، اذا ما طلعش الوان بطلعش حلو التوب. بعدين عندك النمانيم، عندك بنحط ملوى بعد السبلة، وبيجي عندك العرق نجوم، هذا الكم. بعد العرق نجوم تيجي الشربة، بنسميها هاي الشربة للتوب. احنا موجودين في البيت عندي عشان اعطي دورة للستات اللي بيشتغلوا عمالهم في القصب والتحريري. هاي والعبي يا لعبي واعتاليها يا قمر، يا بيني تزف العرس بأواعي الأمير. والعبي يا لعبي واعتاليها يا مزيون، يا بيني تزف العرس تحت ظل الليمون. والعبي يا لعبي واعتاليها يا ميزان، يا بيني تزف العرس تحت ظل الرمان. هذا برنامج في تدريب السيدات من مختلف المحافظات وبالتركيز على محافظة القدس. بتدربوا في الحرف التقليدية، الحرف والتقنيات، التقنيات صناعة الثوب الفلسطيني، والثوب الفلسطيني بالذات الاحتفالي اللي كان يعني مزدهر ومعروف قبل 48. وهذا ثوب الملك، هذا يعني أول ثوب كانت عزمان أجدادنا يلبسوه ثوب عروس، مش ثوب يعني أي ثوب تلبسوا تتجلى فيه في العرسة. كان يعني زمان كثير كانوا مشتهرين فيه كثير. كنت يعني ما أفوتش فرصة لأي حرفة بشوفها جديدة مع والدتي إني أتعلمها منها، وبالتالي أنا هالحين قاعد أي حدا يحب يتعلم بعطيها هالخبرة اللي عندي إن شاء الله، علشان إنها ما تنقرضش ونظل محافظين عليها طول العمر. يعني عندي كل التقنيات اللي في تفنيش الثوب الفلسطيني، تشريم، تزريد، المناجل، عمل الشراشيب اللي وتزييق القبة بشكل جمالي مع بدخل اللولو فيه. الحين التشريم، هي التشريم على ديال الثوب أو على دير القبة، على دير الزيق تاع الثوب. التزريد زي هي الشغل تاع التزريد، هذا شغل التزريد. طبعا بنمسك فيه الثوب الفلسطيني، يعني بيكون قطع وبنمسكه في بعضه عن طريق القطبة هاي. فطبعا شغل البنات اللي تدربن معنا في الدورة أكيد رح يكون معهم حرفة بتمكنهم اقتصاديا كليا وأحيانا جزئيا، وفي بعض الأحيان يعني بيعتمد على مهارات السيدات، ممكن يكون الاعتماد كلي للتأهيل الذاتي والتشغيل ويكون مردود كويس يعني بتوقع. وفي تجارب ناجحة في هذا المجال، ولكن كمان في يعني عوائد أخرى، يعني عوائد تمكين ثقافي، اجتماعي، ترفيهي للسيدات، كل النواحي.